أهلا ومرحبا معاكم سامي، قناة سامي اف. أحد المتابعين سأل شو الفرق ما بين الهولد واللوك في قسم الإيقاعات، وأنا من قبل منزل فيديو كيف تثبت سرعة الإيقاعات كلها. كمثال الحين هذه فئة إيقاعات الشامي، مثلا الوحدة ميكس سرعتها 105، الوحدة صنباطي سرعتها 86. لاحظوا السرعات تختلف. انا اللي نزلت قبل كيف توحد هاي الايقاعات كلها على سرعة واحدة، لكن اليوم راح نشرح شو الفرق ما بين اللوك والهولد. الحين راح نشوف الفرق ما بين كلمة اللوك والهولد. انا راح اجي هني وافتح اي مجموعة من هاي الايقاعات، بفتح الشامي مثال. لاحظ معاي السرعات كلها تختلف للايقاعات ما بين 130 110 140. طبعا بدق على كلمة منيو فوق، تطلع لك الصفحة هذه، تيجي عند كلمة ستايل سيتنج، شوف تطلع لك الصفحة الثانية هاي، تختار التشينج البيهافيور. يتكون من ثلاثة اشياء: سكشن سيت، تيمبو، بارت اون اوف. احنا اهم شيء عندنا التيمبو والبارت اون اوف. اللي فوق هاي السكشن سيت خلى دائما على الاوف. تيجي في البداية عند البارت اون اوف وتختار كلمة لوك، تخليها على اللوك كلوز. الحين تي عند التيمبو راح نختار اول كلمة اللي هي لوك. شوف اخترنا كلمة اللوك كلوز. اللوك الحين راح نشوف شو معنات اللوك. اخترنا اللوك، الحين تيجي مرة ثانية ترجع على صفحة الايقاعات. تقدر الحين اي سرعة تختارها، لو تختار اي ايقاع اي سرعة تختارها، مثلا الحين الايقاع الاول 105، انا ابغى يستوي 100 مثلا 900 100 100، كلهم راح يتحولون على السرعة اللي انت تختارها. كل ايقاع تشوف الحين الواحد ميكس اول شيء كان 105، الحين سرعته كم؟ 100. تيجي عند الصنباطي سرعته 86 الاصلية، لكن تيجي هني تشوف التيمبو تحول معاك 100. شوف تيجي عند البلدي سرعته 86، لكن ما دامت عملت اللوك شوف 100. والميزة الحلوة في هذا كلمة اللوك انك لو وقفت واخترت اي ايقاع ثاني ما تتغير سرعته مثل ما هي على 100. شوف لو تغير كلمة اللوك، لو تغير وتوقف وتغير تم الايقاع على نفس السرعة. هذه بالنسبة لكلمة اللوك. نشوف الحين معاكم كلمة الهولد شو تفرق عن كلمة اللوك. تيجي هني نفس الشيء منيو ستايل سيتنج، تيجي هني عند تيمبو وتغير الى كلمة هولد. الحين راح نشوف الفرق ما بين كلمة الهولد واللوك. اللوك شفنا الهولد يا جماعة شو يسوي الهولد؟ طول ما انت شغال، احنا الايقاع مثلا شغال على سرعة كم؟ 105 مثلا على سرعة 100، كلهم يشتغلون على سرعة 100 وانت شغال. شوف 100، شوف كلهم 100 على نفس السرعة 100. لكن اذا وقفت مو بشغال الكيبورد، وقفت واخترت صعيدي، راح الكل يتحولون الايقاعات على سرعة الايقاع الجديد اللي انت اخترته. يعني صعيدي 86، شوف 86 كلهم راح يتحولون معاك 86. صعيدي 2 86، شوف الصعيدي 3 سرعته الاصلية 130، لكن تحول معاك 86. هذا الفرق ما بين اللوك. اللوك يحول لك السرعات تثبيتية، ولو توقف وتختار اي ايقاع نفس الشيء تم السرعة مثبتة. الهولد لا، طول ما الكيبورد شغال في الهولد السرعة ما تختلف، لكن مجرد ما تدق ستوب وتختار اي ايقاع ثاني تتحول معاك السرعة الجديدة بالايقاع الجديد اللي انت اخترته. نفس حركة اللوك معمولة مثل ما شفت قلت لك عن طريق داخل الكيبورد عن طريق الشاشة، ولكن الشركة بعد سهلت عليك هني، عملت لك شوف هني عندك في الزرار هذا اللوك، مو بش الهولد فقط، خدمة اللوك. يعني الحين تثبيت السرعة هاي 105 راح اثبتهم الحين عن طريق اني اثبت الايقاعات كل على 105. مجرد ما تضغط على كلمة شوف ستايل تومبو لوك، شوف تضغط على الزرار يطلع لك هني اللوك، كلهم راح يتحولون معاك 105. شوف نفس الطريقة 105، شوف 105.
105. تبغي تلغي الخدمة هاي نفس الشيء، تيجي عند الزرار هني وتعمل اوف، شوف ريسيت خلاص رد الحين الكيبورد طبيعي بسرعات كل ايقاع بسرعات الاصلية. شوف هاي بخدمة اللوك، لكن الهولد لازم تدش عن طريق الشاشة داخل الطريقة اللي نعلمتك فيها. يعني شركة سهلت عليك اللوك، حد يمكن يقولك ليش انا اروح داخل خطوات، سهلت عليك انك هني تضغط وتوحد سرعة الايقاعات كلها بسرعة واحدة. والى اللقاء مع معلومة جديدة.